بما أنه إحنا البرنامج اللي الآن نعم. نبثه هو طبق لفتاوى أحسنتم. المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي دام ظله، نعم. فجناب السيد عند الموسيقى حرام. أحسنتم. لاحظتم هناك مراجع آخرين يرون أن الموسيقى المصاحبة لبعض البرامج ما بها إشكال. لاحظتوا الآن المكلف اللي يقلد جناب السيد مثلا لازم يلتزم بهذا، لازم يلتزم إذن بما نعم. بفتاوى، لازم إذن لا بد له أن ينظر إذا أراد أن ينظر إلى فيلم تاريخي أو إلى مثلا مسلسل تاريخي، لا بد له أن يتحكم بالريموت، ومتى ما ظهرت الموسيقى يخفيها.